مولود العقرب بالرغم من المواجهة الفلكية والتمرد والعدائية من مواقع الكواكب من الدلو وأورانوس من الثور، إلا أنك بعدك محمي من كوكب المشتري كوكب الحظ يلي عم يتنقل ببرج المائي يلي هو برج الحوت الصديق يلي بيحمل معه مساعدة استثنائية وغير متوقعة بحياتك العملية وحياتك الشخصية. البداية مع يومي السبت والأحد، وجود القمر بالحمل بخليك واثق من حالك حتى تتحدى كل الصعوبات وتنطلق للاختلاط مع المحيط حتى تصحح بعض الأمور والنظر لعلاقات ممكن تساهم بإعادة التوازن بعلاقتك المهنية والاجتماعية وحتى الأكاديمية والدراسية. بتتوصل لحل سوء تفاهم، تعالج أمورك بهدوء، أيام بناءة ومناسبة حتى تقوي كل أنواع العلاقات. لكن رح تتبدل المعطيات مع انتقال القمر للثور بين الاثنين والاربعاء، ثلاث ايام صعبين فيهم عنا مربع فلكي مع الشمس من برج خصمك الدلو، يعني الطوالع الفلكيه دقيقه بيطلب منك الهدوء والسعي من اجل معالجه كل انواع التاجيل والتاخير والمهل يلي بتزعجك. كمان بتسلط الاضواء عليك على نقاط ضعف بعلاقتك او شراكتك المهنيه، لكن بالرغم من كل هالضبابيه رح تخف الضغوط لحظه وصول القمر للجوزاء الخميس والجمعه يلي بيحمل لك معه ارتياح، وكمان بيكون عندنا مثلث فلكي هوائي مع الشمس من الدلو، يعني الحظ واقف لجانبك، بيكون اكثر حزم وقدره على اتخاذ القرارات المناسبه حتى تعمل تغيرات بمحيطك وعملك وعلاقاتك، وبتكون طموحاتك كثير كبيره وبترغب باتخاذ خطوات جريئه بتحمل لك انفراجات ملموسه وتعاطف كبير وظروف استثنائيه بتخليك تطلع على فرص مهمه. عاطفيا بيولد لك كوكب الزهره من برج الجدي مناخ من التشويق والغرام، وبيحملك للحب لاجواء رومانسيه سعيده، بحيث تعيش لحظات حلوه ما بتنتسى، وبتطل على فتره حافله بالمستجدات واللقاءات الحاره والاوقات السعيده والمفاجات العاطفيه يلي بتحمل لك سعاده نجاح لاحد الاولاد او ولاده الطفل بالعائله. اما العازب ممكن يعيش اوقات رومانسيه خاصه بيلفت الانظار وبيكون نجم بمحيطه، الامر يلي بيشجعك على اتخاذ خطوه او قرار جريء بخطوبه او زواج.